أهلا بكم يا أصدقاء في قناتكم المفضلة مع فيديو جديد اليوم. أصدقائي، ربما رأيتم في حياتكم العديد من قطع الأثاث المحلية منها والعالمية والأثرية كذلك، ولكننا اليوم سنعرض لكم أحدث قطع الأثاث التي ستثير دهشتكم والرغبة لديكم في شرائها. وبدون أي مقدمات طويلة لنبدأ الفيديو الآن. طاولة سوبرو. دعوني أخبركم اليوم يا أصدقاء أن التطور التكنولوجي قد امتد كثيرا ليصل إلى أثاث منازلنا. شاهدوا معي هذه المنضدة الحديثة والمتطورة، ربما عند رؤيتك لها تقول أنها قد جاءت من المستقبل، حيث أنها قادرة على صنع القهوة كما أنه يمكنك أن تضع فيها بعض المشروبات الأخرى، ولن تضطر بعد الآن للذهاب إلى الثلاجة من أجل تبريد بعض الماء أو تبريد بعض المشروبات. وهناك بعض الميزات الأخرى التي ستنال إعجابكم جدا، ولكن أكثر هذه المميزات جمالا فيها هي أن هذه المنضدة تحتوي على مكبر صوت بلوتوث، ويمكنك أن توصلها بالهاتف أو التلفاز، وذلك من أجل الحصول على صوت عالي ونقي في نفس الوقت. الأريكة الخزنة. اخترنا هذه الأريكة لنبدأ بها معكم لأننا متأكدون من أنها ستثير دهشتكم وأنها الأولى من نوعها التي ترونها في حياتكم. الكثير منا حينما يشتري أريكة ما ليضعها في صالة منزله ويستقبل عليها الضيوف تشغل حيزا كبيرا من المكان، ويشعر أنه لا ينتفع من هذه الأريكة ولا من المكان الذي تشغله. ولكن انظروا معي ما الذي أحضرناه لكم اليوم. أريكة في داخلها خزنة من أقوى الخزنات التي من الممكن أن تحتاجوها يوما، غير قابلة للخرق ولا للسرقة. فيها من المميزات ما يجعلك تضع فيها أغراضك دون أن تخاف عليها أو تخشى سرقتها. الآن يمكنك أن تنام في أمان حرفيا، حيث أن الحديد المصنوع من هذه الخزينة هو 44 ماغنوم المشهور بصلابته والمعروف بقوته، حتى أنه يمكنك أن تختبئ فيها إذا دعت الحاجة لذلك. الآن أخبرونا في التعليقات هل تودون شراءها؟ صافا باك. إذا كان منزلك ضيقا وأنت بحاجة إلى سرير وأريكة، فيمكنك أن تلجأ إلى هذا الحل. أريكة يمكنك أن تستخدمها كسرير في نفس الوقت، توفر عليك المكان وتمنحك سريرا مزدوجا في نفس الوقت، وعند رؤيتك لها ستبدو لك كما لو كانت أريكة عادية، وحينما تقوم بفردها سيظهر لك سلم صغير يمكنك أن تصعد إلى الجزء الأعلى من خلاله بعد أن تتحول الأريكة العادية إلى سرير مزدوج، بالإضافة إلى تكيات صغيرة ممتعة وجميلة. هذه الأريكة عملية جدا في الأماكن الضيقة ومفيدة وتفي بالغرض. أثاث حفظ الأسلحة. الآن سنريكم بعضا من قطع الأثاث المصممة خصيصا من أجل حفظ الأسلحة. هذه القطعة واحدة منها، حيث يمكنك أن تستخدمها من أجل أن تضع عليها وفيها العديد من الأشياء إلى جانب غرضها الأساسي، وهو تخبئة الأسلحة فيها، حيث أن هذه الخشبة الصغيرة المثبتة على الجانب والتي عند رؤيتها قد تظن أنها للزينة هي درج آخر يتسع لأغراض ضرورية، ويمكن أن تضع فيها سلاحك بعيدا عن الأنظار وفي متناول يدك قريبا منك، وذلك إذا احتجته في أي حالة ضرورية كلص أو غيره. بورتا تيفي. إذا كنتم تريدون استغلال المساحة الموجودة في منازلكم، فننصحكم بهذا النظام من الأبواب الزلاجة، حيث يمكنك أن تضع ملابسك وكل أغراضك التي أنت بحاجة إلى أن تضعها فيه بجانب حمله للشاشة التي تضفي على المكان روعة وبهاء وأناقة. حينما تريد مشاهدة التلفاز، كل ما عليك هو أن تقوم بفتح الباب ومن ثم تقوم بغلقه. فأصدقائي، إذا كانت المساحة لديك غير كافية فهذا هو الحل الأمثل بالنسبة لك. شاشة السقف المفصلي. لابد أنكم سئمتم من وضع التلفاز في مكان قريب من الأطفال.
هل جربتم قبلا أن تشتروا تلفازا غالي الثمن ومن ثم يتسبب طفل لكم بكسر التلفاز؟ إذا كنتم سئمتم من هذا فإليكم هذا الحل الجذري، شاشة السقف المفصلية، حيث يمكنكم أن تضعوا الشاشة في السقف بعيدا عن كل المخاطر، إلى جانب أنها لن تشغل مكانا في البيت بعد الآن، وأيضا إلى جانب المنظر الأنيق واللطيف الذي سيكسبه لمنزلك. بضغطة واحدة يمكنك أن تحصل على ما يكفيك من المتعة، ويمكنك توجيهه إلى أي ناحية كما تريد، حيث أن النظام بأكمله يعمل أوتوماتيكيا، وهذه واحدة من التقنيات التي من المتوقع أن تكون الأكثر شهرة في المستقبل. اخبرونا بأرائكم عنها في التعليقات. رفوف الطاولة القابلة للتوسع. إذا كنتم تريدون قطعة من الأثاث تستعملونها كرف وفي نفس الوقت تستفيدون منها كمنضدة لتناول الغداء عليها، فهذه القطعة الأنسب لكم. انظروا كيف تتحول قطعها المتفرقة من رفوف صغيرة فتتجمع وتتحول إلى منضدة جميلة وأنيقة. كل ما عليك هو أن تفك القفلة في المنتصف وتبدأ تحويلها إلى منضدة. انظروا كم هي عملية وسهلة الاستخدام ولا تشغل حيزا من المنزل. هايد لو. لقد تطور العالم الحديث كثيرا مؤخرا، وهذا التطور سحب معه العديد من التطورات الأخرى في كافة المجالات، من ضمنها دورات المياه. نعم سمعتني جيدا، دورات المياه. إذا لم تكن تصدقني فانظر إلى هذا الحمام. هذا منزلك ضيق وتحتاج إلى حمام متطور، ولكن لا تستطيع ذلك لأنك تريد تركيب الكثير من الأدوات. ولكن بالطبع المكان لا يسعفك، إليك هذا الحمام المركب. انظر معي هنا إلى هذا الرف الذي إذا ما فتحته تحصل على دورة المياه المتطورة تلك، وحينما تنتهي ستجد كل ما تريد مثل الثجاجة وغيرها هنا مثبت بشكل أنيق وجذاب. هل أعجبك؟ أخبرنا في التعليقات. كويك سيفز. دائما ما تكون أشياءنا القيمة هي التي نضعها في خزنة مؤمنة، وحينما تكون هناك أي حالة طوارئ تكون الخزينة هي الأكثر عرضة للخطر وأول ما يقصده اللصوص. ولكن اليوم سنعرض لكم نوعا جديدا من الخزائن الذي عند رؤيتك له لن يخطر ببالك أن خزنة من نوع ما، بل يبدو عليه أنه قطعة أثاث عادية حتى لا يدرك اللصوص أنه خزنة فيحاول فتحه، بل ويمكنك أن تتحكم فيه من خلال هاتفك كذلك. أخبرونا بالتعليقات بآرائكم، وما الذي أعجبكم وما الذي تنوون شراءه. نشكركم على المشاهدة ونتمنى أنكم استمتعتم معنا بهذا الفيديو.